مهما سافرت لكازاخستان مش هتشوف العيشة ده هي جوه البيوت. جوه البيوت عيشة تاني مختلفة تماما، فيها العادات بتاعت الكازاخ والأكل والشرب وحاجات كتير. دي عزومة عاملها حماية علشان هو كان عيان وقام بالسلامة. دي الترابيزة لسه الأكل هينزل عليها البشبرمك. وأعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. مختار كدام بنسين شوف يندم بنسين يقول أور ماس يسرق ماس أما صوبوس ربنا تنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وكان الله أنت خلاص أومي.